احنا ما عندنا شيء، بس علينا حصار. كيف قضيت الليله؟ لعبت بوكر ربحت، صار معي 1,145,000. يعني هل هلا بتقعد بتبكي بس بدك الازاز تبعاتها مثل هي؟ شوفي وين خبيتهم يعني هلا لما طلعت. ضبوا الاغراض، دائما في كان شدايه صغيره محطوطه مشان باي لحظه بيحموا حالهم بينزلوا على ابو بكر. شو رح تساوي رفيدة اول ما ترجعين؟ ما بيرجعوا مستحيل. هون بياخذوا الهويه السوريه مني، هنيك بيعطوني الهويه الاسرائيليه وفوت. القطر اذا اندلعت معركه وما وقفت لمده شهرين رح تموتي من الجوع. بفضل اني احرق الاغراض قبل ما اطلع، بفضل انه ينحرقوا لحالهم، ما اضطر اني احرقهم يعني بلكي ما فات. تعال معلمي. طيب دولة صار لها 40 سنة نفسها بنعمل فيها. رح نضل بالبيت بس هو مهبط فوق هيك شكلنا. عندي احساس انه هذا البيت قاعد فيه. كنت عم بحلم وحس واقع. المكان اللي كان صاروا مسكور سيكون مكان جديد. المكان اللي صارت فيه مجزرة هو لن يكون نفسه المكان القديم. هو بيت مليان بالخسارة. شو اللي ممكن يعطي دلالة على انه انا كنت عايش في هذاك الوقت؟ هذا البيت. فرضا صار لنا الشيء. حتكون هاي وثيقة؟ عن جد خسرت نعمة الرجوع إلى البيت. لازم نشوف كيف بدنا نعمل بيت تاني.